أنا شايفة إن الدور الجزائر في الإطار الإفريقي دور عظيم، دور عظيم، دور عظيم، ودور مؤسس ودولة ذات رؤية واضحة في الاتحاد الإفريقي، لها كلمة ولها احترام داخل الاتحاد الإفريقي، وهو ما تتمناه أي دولة في وجودها في اتحاد مثل الاتحاد الإفريقي. إحنا التنسيق اللي بين مصر والجزائر تنسيق عظيم وتنسيق دائم وتنسيق أخوة ذو كفاح واحد ومشترك وإيد في إيد، فمش مستغرب أبدا من الوزير رمضان العمامرة إن هو يحاول إن هو يلعب دور بين الأشقاء، ودي حاجة إحنا مقدرينها وحاجة ليها وزن عندنا تماما. يعني أزمة السد، والله إحنا معولين على الاتحاد الإفريقي. الاتحاد الإفريقي عندما يريد أن يلعب دورا في أي أزمة فهو طبعا ليه الأولوية، فيعني إحنا والله سعداء بأي دور يتم لعبه في هذه المشكلة أو غيرها.